السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة العيدية للطبخ والحلويات. ما إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا الحامض مصير أو مرقد. أنا كيعجبني هذا الحامض الصغير هذا، ما كيحتاج أنني نقطعه. هنا عندي كيلو ونص ديال الحامض، عندي هنا ملحة الحية اللي هي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، خديتها هكا حجرة هرسها شوية. نشوف الطريقة كيفاش غنستعملوها. هنا غنحتاج الماء، هذا الماء عندي الماء ديال الخابية اللي كنستعمل الشرب. كنفضل نستعمل الحامض مصير في هذا الإناء هذا، كيجي رائع. اليوم حيت غنبغي كيفاش تشوفوا كيفاش غنخدموه، غنستعملها معكم في هذه القرعة هذه ديال الزاج باش تبان لينا. كناخذوا الحامض ما نقطعوش، كنتكو هكا واحد ثلاثة المرات صافي باش كيبقى محافظ لينا على الماء ديالو. كنبداو نوضعو الحامض بهذه الطريقة هذه، نحاولوا ما أمكن ما نخلوش الفراغات في الأول، لأن نخليو هاد المسافة هذه اللي بقات باش نديرو فيها الملح. من بعد كنحاولو نديرو الملح بهذه الطريقة هذه. خلينا ناخدو حامضة نديرو لها هكا، كتشوفوا معايا الملح هي بدات كتهبط. بسم الله. الملح بدات كتاخد المكان ديالها ملي كنوضعو عليها الماء. هاد الملحة الحية كتجي رائعة في الطرقات. وذكرت الماء ديال الخابية ديال الطين كنستعملو انا في الشرب. هنا غنوضع على هاد القنينة هادي بلاستيك غذائي، نفس الطريقة غندير لهذا حتى هي. كنوضع من بعد ما وضعت هاد البلاستيك الغذائي غنوضع عليه هاد الورق هذا، غنطويه هكا بجوج بهاد الطريقة هادي.
هنا كيش كتشوفوا معايا ضمنت ان الهواء ما يدخلش للحامض او الحامض ديالنا من بعد موجد، احتفظ فيه في مكان كيف سبق لي وذكرت ما يوصلوش الضوء لمدة شهر ونصف، ان شاء الله يكون واجد. ندير لي قليل من زيت الزيتون، واحد المعلومه للاخوات، الماء اللي كنكونوا مرقدين فيه الحامض يمكن لينا ناخذ حامض اخر جديد ونرقدوه بنفس الماء ما نرميوش، كيختصر لينا المده ديال طياب ديال الحامض. من بعد مرور شهر ونصف على الحامض ديالنا من بعد ما رقدناه، خديته صفيته من الماء اللي كان فيه خليته نشف، غنضيف ليه دابا قليل من زيت الزيتون نحاولوا ما امكن اننا ما نمسوش بيدينا باش ما يفسدش، كنديروا له العمليه هكا. حتى كنحسوا ان الحامض كله خدا زيت الزيتون. كنعاود نرجعه في الإناء اللي كان فيه، هانتوما الحامض عندنا بدا كيتعسل، يعني نحاولوا ما أمكن ما نديروش اليدين ديالنا. شوفوا انا نقلبه في هذا الاناء باش تشوفوا معايا مزيان كيفاش ولا عندنا الحامض معسل. هانتوما هانتوما بقى محافظ على القلب ديالو لداخل، لان غير تكيناه بالعود كيف شفتو معايا تكيت الحامض كامل هكاك. يعني بهالطريقه هذه ما كياخدش الوقت بزاف، يمكن ان 4 شهور 5 شهور يكون عندنا موجود. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتنضموا للقناه باش دائما توصلوا بالجديد.